السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حلوه ديال العيد اللي من عجينه واحده خرجت لنا خمس اشكال بدون طوابع بدون تعقيدات. حلوه اللي كتجي اكثر من رائعه، لا في الشكل ولا في المذاق، كتجي هشيشه وكتذوب في الفم، والاهم انها اقتصاديه وسهله في التحضير. وبلا ما نطول عليكم غادي نخليكم على المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير، عندي 900 غرام من الدقيق الأبيض نوعية جيدة لأكيد مغربل، عندي 2 كؤوس من السكر سنيدة، كأس ونصف من زيت المائدة، 2 أكياس من السكر فاني، كيس ونصف من خميرة الحلويات، عندي 250 غرام من زبدة المارغرين و 3 ديال الحبات ديال البيض بحرارة المطبخ، وعندي علبة من ياغورت بنكهة الفاني. كما كتشوفوا معايا يعني مقادير اللي هي بسيطة وكتعطينا كمية كبيرة. خديت الزبدة ضفت عليها السكر سنيدة وضفت عليها دوك 2 أكياس من الفاني وضفت عليها قبصة ديال الملحة، وكنحاول نخدمها بيدي يعني تذوب ليا الزبدة. غير أنا هنا كانت عندي الزبدة يعني باقا شادة البرودة، مدابتش ليا مزيان، فضفت عليها الزيت باش هكا تساعدني أن ديك الزبدة والسكر ينسجمو ليا، وكنبقى كنخدمها مزيان يعني حتى ترجع ليا على شكل بوماد. كما شفتوا معايا يعني حتى كتولي لي على هذا الشكل هذا. من بعد كنضيف عليها دوك 3 ديال الحبات ديال البيض وكنبدا كنخلطهم مزيان حتى ينسجموا ليا. من بعد كنضيف ديك العلبه ديال الياغورت بنكهه الفاني، كنبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه، وفي نفس الوقت كنضيف داك كيس ونصف من خميره الحلويات، وكنبقى كنجمع العجينه ديالي. يعني بطبيعه الحال كنبداو كنضيفو الدقيق غير شويه بشويه، يعني بالنسبه ليا انا ما ضفتش كميه كامله ديال الدقيق، لان من بعد غادي نضيف النكهات باش هكا دغيا كينسجموا ليا، ومن بعد كنضيف عليهم كميه متبقيه ديال الدقيق. هنا بالنسبه ليا انا يعني كيف قلت لكم غادي ندير 5 ديال الاشكال، يعني قسمت العجينه ديالي على 5 ديال الاجزاء. الجزء الاول ضفت ليه هنا معلقه صغيره من نكهه البرتقال، وكنبدا كنخلطهم مزيان يعني كنجمع العجينه ديالي حتى كتنسجم ليا كامله مع النكهه ديال البرتقال. من بعد كنبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه، يعني بالنسبه للعجينه يعني ما خصهاش تجينا قاسحه، يعني كتكون رطيبه وما كتلصقش في اليد، وكنبقى كنجمعها. بالنسبه للشكل الثاني هنا خديت هذا النوع هذا ديال الكوفخيت، وكنطحنو مزيان غير بيدي بهذا الشكل هذا، وكنضيفو على العجينه. بصراحه راه زادها واحد البنه وواحد المذاق روعه، جات زوينه بزاف. وكنبدا كندخل داك الكوفخيت في العجينه ديالي حتى كتنسجم ليا مزيان، يعني بالنسبه لهذا الجزء هذا يعني ما احتاجش ليا الدقيق. وبالنسبه للجزء الثالث ضفت ليه هنا كيس من الفلان شوكولا، اولا كنضيفو فلان كاراميل، يعني حتى هو بالنسبه ليه ما احتاجش ليا الدقيق، لان الفلان بوحدو راه كيجمع لينا العجينه، والفلان صراحه كيعطينا واحد الهشاشه زوينه للحلوه ديالنا. بالنسبه للجزء الرابع هنا خديت معلقه من نكهه الفرومبواز وضفتها عليها، يعني كنضيفو فرومبواز اولا الفريز، وكنخلطها مزيان يعني حتى كتنسجم. من بعد كنبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه. الجزء الخامس والاخير من العجينه ديالنا، فانا ضفت ليه هنا تقريبا معلقه كبيره من الشوكولا فيرميسيل، كما
كتشوفوا معايا بالنسبه للعجينه ديالنا راه كتجي رطيبه وما كتلصقش في اليد، باش هكا كتجينا هشيشه وزوينه في المذاق. يعني كل جزء درت ليه فيلم اليمونتير وكنردهم الثلاجه، لان كنبداو كنخدموا كل جزء بوحده، يعني ضروري ما تكون بارده باش هكا كتساعدنا. وهنا اول عجينه بديت بها اللي درت فيها نكهه البرتقال. يعني بالنسبه لي انا كنفضل انني نعبر الكويرات ديالي باش هكا كتجيني الحلوه كلها قياس واحد. وكيف شفتوا معايا يعني درنا في العجينه كيس ونصف من خميره الحلويات، يعني اكيد غادي تزاد لينا الحجم ديالها. يعني من الاحسن من الاول نديروها صغيره. هنا بالنسبه لي انا درت في هاد الكويرات هادو درت فيهم 16 غرام. ومن بعد كناخذ انا خديت لتحت ديال الموس، كنضيف ليه هنا شويه ديال الدقيق باش ما يلصقش ليا في العجينه، وكندير واحد الثقب في الوسط ديالها. يعني كل واحد كيشكل بحسب الرغبه ديالو، يعني كاينين بزاف ديال الاشكال. وكنبقى مستمره حتى كنكمل الحلوه ديالي كلها بنفس الطريقه. وبالنسبة للفران يعني كيكون سخون من قبل، اللي كنكونو شاعلينو على 180 درجة حتى 170، يعني كطيب على عافية مهيلة باش هكا كيجي اللون ديالها ذهبي. هنا كنشعل الفران من التحت وكنرضها على 170 حتى 180 درجة، وكنخليها كطيب على خاطرها، وكندوزو الشكل الثاني. هنا بالنسبه للشكل الثاني حتى هو اكيد عبرتو، بالنسبه لهادو درت فيهم تقريبا 16 غرام. هنا بالنسبه لهذا الشكل يعني ديال النكهه ديال الفرامبواز، هنا درتهم على شكل هلالات، يعني كيف قلت لكم بدون طوابع نقدروا نتفننوا ونشكلوا في الحلوه كيف ما بغينا. وكندير هلالات بهذا الشكل هذا، وكنبقى مستمره حتى كنكملهم، وحتى هما كيطيبوا بنفس الطريقه. وكيف شفتوا معايا يعني في اللاطه كنحاول نفرق بيناتهم، لان من بعد راه يعني كيتزاد ليا الحجم ديالهم. وبالنسبه للشكل الثالث اللي درناه بنكهه فلون الشوكولا، هنا خديت المرشم او لا ممكن نديرو غير كويرات نديرو بحال شكل غريبه، يعني حتى بالنسبه ليهم عبرتهم درت فيهم هنا تقريبا واحد 12 غرام. وكنبقى كنستفهم في اللاطه ديالي بهذا الشكل هذا، وكندخلهم للفران، وغادي نكمل الكميه الباقيه اللي عندي، يعني في نفس الوقت وانا كنطيب وانا كنقاد في الاخرين. هنا بالنسبه للشكل الرابع اللي درنا ليه كوفخيت تونيك، بصراحه زادها مذاق ما نقولش لكم كي جا المذاق ديالها. هنا كنقسم العجينه ديالي وكنديرها حرابل بهذا الشكل هذا، وكناخذ واحد الجزء من الحلوه كنبقى كنشد عليه القياس باش يجوني كلهم عبار واحد. بعد ما كطيب ديال الحلوه ديالي كما كتشوفوا يعني كيجي اللون ديالها ذهبي بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهذه هي اللي كنا درنا فيها النكهه ديال البرتقال، وكنبدا كنضيف ليها هنا كونفيتور ديال المشماش اللي دفيتو شويه باش هكا يجيني سائل، وكندوزها في لوز كونكاسي اولا كاوكاو يعني اللي كان متوفر. وكنبقى مستمره بنفس الطريقه، يعني كندوز عليهم كونفيتور وكندوزهم في لوز كونكاسي، وكنكمل بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. كناخذ جوج معالق ديال كونفيتور، كنضيف عليهم معلقه كبيره من السكر سنيده، وكنردهم فوق النار، هنا غير كطلع فيهم الغليه كما كتشوفوا معايا يعني بهذا الشكل هذا، وكنحيدهم. يعني بهذه الطريقه كيبقى لينا الكونفيتور يعني باين في الحلوه، وكيبقى لينا كما. وكنبقى كنعمر الوسط ديال الحلوه ديالي بهذا الشكل هذا. بالنسبه للشكل الثاني اللي درناه بنكهه الفرامبواز كما كتشوفوا، بعد ما طاب كيولي لي على هذا الشكل هذا. هنا خديت شوكولاته بيضاء، بالنسبه لي انا يعني كنستعمل غالا. هنا خديت تقريبا 3 ديال المعالق من الكوك، درتهم في بلاستيكه وضفت عليهم النكهه ديال الفرامبواز، وخلطتهم مزيان حتى ولا لي اللون ديالو بهذا الشكل هذا.
وصافي كنبدا كنهز الحلوه ديالي كنغطسها مزيان في داك الشوكولاته البيضاء وكنضيف عليها داك الكوك. يعني كما كتشوفوا كنحط الحلوه في البلاصه كنعاود نبدل ليها يعني كنعاود نبدل ليها البلاصه ديالها باش هكا ما كتلصقش ليا وما كيخسرش ليها الشكل ديالها من التحت، وكنبقى مسمره على داك الشكل حتى كنكمل الحبات ديالي كاملين. كيجي هذا هو الشكل النهائي ديالها، بصراحه كيجي منظر ديالها زوين. وهنا غادي ندوز معكم الشكل الثالث اللي ضفنا ليه البسكوي او الكوفريت ديال طونيك. هنا خديت الكنافه، يعني كنافه فرتتها غير بين يدي ودوزتها في مقيله، بقيت كندي فيها ونجيب فيها، يعني ما كنضيف ليها لا زيت ولا الزبده حتى كتحمر ليا مزيان وكتجي فيها واحد القرمشه زوينه. وهنا ذوبت شوكولاته بيضاء، كنبدا كندوز الحبات ديالي في الشوكولاته، من بعد كندوزهم في الكنافه. يعني بالنسبه ليا انا بالنسبه للكنافه يعني كنفضل انه يكون الشوكولاته مع الكنافه عوض الكونفيتير، يعني كتبقى فيها ديك القرمشه وكتجي باينه. بصراحه هاد الحلوه راه جات خطيره خطيره خطيره، جا مذاق ديالها زوين بزاف. وممكن كيف قلت لكم يعني كل واحد كيشكل كيف ما بغى، يعني ممكن نديرها حتى على شكل كويرات او على شكل غريبه، وكنبقى مستمره على نفس الطريقه حتى كنكمل الحبات ديالي كاملين. بالنسبه للشكل الرابع، هنا خديت فيغميس شوكولا كنضيف عليه شويه من الملمع في الضوغي وكنديرهم في بلاستيك بهذا الشكل هذا، وكنبقى كنخلطهم حتى كيولي ليا اللون ديالو ضوغي، كيجي الصراحه زوين هكا في الحلوه وكيعطي منظر زوين. من بعد كناخد الحلوه بالنسبه لهذا الشكل هذا هو اللي ضفنا ليه الفلان شوكولا، كنبدا كنضيف عليها الشوكولاته بهذا الشكل هذا وكندوزها في فيغميس شوكولا. بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي، هنا كناخذهم كنبقى كنديرهم في قويغطات بهذا الشكل هذا. يعني بالنسبه لهاد الحلوه هادي قسمتها على نص نص، درت فيه فيغميس شوكولا والنص الثاني هنا خديت الشوكولاته ضفت عليها هنا شويه من اللوز ايفيلي او المهرمش، وكنبقى كندوز عليها بهذا الشكل هذا. وهنا كنبقى كندير لهم من الفوق حبيبات الشوكولاته حتى هما الصراحه عطاوهم شكل زوين. وها هي الحلوه ديالنا جاهزه. وبالنسبه للشكل الخامس والاخير اللي درنا فيه فيغميس شوكولا، هنا بديت كندوزهم في كونفيتور ديال المشمش وبديت كندوزهم في الكوك، وممكن في الاخير يعني نضيفوا عليهم خطوط من الشوكولاته، يعني بما انني درت جوج اشكال من الشوكولاته فخليتها غير بهذا الشكل هذا، يعني درت لها غير الكوك بوحدو. هكذا كيجي الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، بصراحه راه كتجي هشيشه ومرمله وكتذوب في الفم. كنتمنى فعلا انكم تجربوها لانها كتستحق التجربه، وكيف شفتوا معايا يعني مكونات لي بسيطه وفي المتناول. وهنا وصلت معكم النهايه ديال الفيديو، كنتمنى انه يعجبكم، ما تنساونيش من لي لايك والتعليق الزوينه ديالكم، وشكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم. وهنا نقول لكم السلام عليكم، فيديو جاي ان شاء الله.